برحب بحضراتكم مرة أخرى. تنضم إلينا دكتور رندا فخر الدين، استشاري الصحة الإنجابية. دكتور رندا، برحب بحضرتك. الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. جهود الدولة فيما يتعلق طبعا بتنظيم الأسرة وضبط النمو السكاني، توفير أيضا الوسائل المختلفة لتنظيم النسل، لو ممكن نقول. يعني يمكن الدولة بقى لها سنين طويلة قوي بتاخد اتجاه ان الزيادة السكانية هي اخطر على خطط التنمية من مشاكل كتيرة قوي احنا بنواجهها، وقضايا كتيرة موجودة في الدولة سببها هي الزيادة السكانية. فبالتالي توجه الدولة من عشرات السنين هو ازاي نظبط هذه الزيادة السكانية. فاتخذت خطوات كبيرة، اتعمل برامج كتير، أكتر من رسالة كانت بتقدم للمجتمع عشان ضرورة إن احنا نتفهم خطورة الزيادة السكانية، لكن للأسف ما كانش فيه نتائج بالشكل المضموع بالشكل المرضي، اللي بيرضي المواطن بإن يعود عليه نفع من هذه الزيادة، من عدم وجود هذه الزيادة. لكن في السنين الأخيرة يمكن ابتدينا تاني نتوجه الاتجاه الصحيح اللي كان موجود يمكن في التسعينات، إن احنا نبتدي نوجه رسالة للمواطن بشكل بيقول له أنت المصلحة هتعود عليك أنت مش على الدولة، إنك أنت المستفيد الأول من ضبط زيادة السكانية، الخدمات اللي هتجي لك هتبتدي تتحسن، ولادك هيبتدوا يلاقوا تعليم أحسن، هيبقى فيه وظائف متاحة أكتر، هيبقى فيه خدمة صحية كويسة، هيبقى فيه طرق أحسن، هيبقى فيه تعليم أحسن. فبالتالي الرسالة لما ابتدت تتغير ابتدت استجابة المواطن تتغير، ما بقاش الموضوع بس إن أنا بقدم خدمات تنظيم أسرة، لا أنا خدمات تنظيم الأسرة موجودة ومتوفرة وبأسعار، ما بقاش في فلوس كمان مجانية وفي أي وقت أنت عايزها تعالى موجودة، بس لا أنا لازم الأول أوجد الرغبة لدى المواطن نفسه إن هو أنا مش عايز عدد أطفال كبير. الثقافة نفسها تكون موجودة، فكرة الوعي الإنجابي تكون موجودة بشكل أكبر. طيب ده أكيد محتاج شغل كتير جدا يعني يا دكتور، يعني محتاج إحنا في جهود بتتم ومحتاج شغل كبير، فكرة إن إحنا نغير ثقافة موجودة ومغروسة في عدد من الأماكن وعدد من القرى وعدد من المحافظات دي، لازم أكيد محتاجة شغل يعني كبير علشان نقدر إن إحنا نوضح الصح للمرأة وللأسرة. طيب هتكلم مع حضرتك بما إنك استشاري صحة إنجابية، المبادرات اللي عملتها الدولة، المبادرات الرئاسية المتعلقة بصحة الجنين وصحة المرأة، كانت إيه أهم المبادرات دي؟ يمكن أنا شايفة من أهم المبادرات اللي اتعملت مشروع تنمية الأسرة المصرية، لأن المشروع ده ما اشتغلش على شخص واحد أو فرد واحد في الأسرة، لا هو اشتغل على الأسرة ككل وركز قوي على تمكين المرأة، لانه انا لما امكن المراه مش هيبقى اهتمامها الوحيد ان انا يبقى عندي اطفال، لا انا اهتمامي عندي اهتمامات اخرى، نجاحي مش بس في ان عدد الاطفال اللي عندي، لا انا عندي عده نجاحات تانية، نجاحي في مشروعي، نجاحي في تعليمي، نجاحي في تربيه اولادي بشكل جيد. فبالتالي اصبح في اهتمام الأم، أصبح فيه اهتمام بالطفل ومستوى تعليمه، أصبح فيه اهتمام بنوع المشروعات اللي بتتنفذ، كل ده غير من فكر الأسرة نفسها. ده من المشروعات المهمة جدا. من المشروعات التانية أو من المبادرات المهمة جدا صحة المرأة ومتابعة الصحة الإنجابية للمرأة الحامل، لأنه ده برضو ابتدى ينشر الوعي بضرورة إن أنا الحمل بتاعي لازم يكون حمل آمن، لازم يكون بعد متابعة حمل، لازم أكون باخد التغذية السليمة أثناء فترة الحمل، لو في أدوية لازم أخدها، كل ده كمان في أثناء فترة الحمل أو ما بعد الولادة، إيه نوع وسيلة تنظيم الأسرة اللي هتناسبني، باخد توعية
ابتدينا كمان احنا المشكله اللي حضرتك بتواجهها في المجتمع بتاعنا ان في ثقافه زايده هي ثقافه اللي هو ان قطر الولاد دول هم دول السند بتاعي. فكره العزوه والسند والظهر. فبالتالي حضرتك محتاجه تشتغلي على الحته دي. الدوله ابتدت تشتغل على الجزء ده. ابتدينا نشتغل على حته يا ترى هو جواز البنت بدري تستر ولا تستر؟ برضه زواج الاطفال دوت او الزواج البدري ايه الصح يعني ايه السن الانسب للزواج؟ مش اقل من 18 سنه والانسب. لا 18 سنه برضه صغيره قوي. 18 سنه صغيره قوي. طبعا هو السن القانوني مش اقل من 18 بس للاسف احنا بنواجه حالات لغايه دلوقتي. انا يمكن صوتي رايح. انا كنت النهارده في قافله في محافظه البحيره. لا احنا بنواجه 14 و15 لسه لغايه دلوقتي. 14 و15؟ لغايه دلوقتي في حالات كده. فاحنا عندنا مشاكل كتير جدا احنا لسه بنواجهها. هي شايفه ان كده بتستر بنتها. يعني لما تبقي قاعده مع ام النهارده بتتكلم معايا تقول لي انا بتقدم لبنتي، انا بنتي راحه ثانيه ثانوي متقدم لها 3 عرسان ومش عارفه اعمل ايه. يعني واحده 15 سنه طفله بتكلمي في اطفال. فاحنا لا احنا عندنا مشاكل لازم نواجهها. لازم نبقى فاهمين ان احنا لسه عندنا في ثقافات كثيره في المجتمع او في افكار كثيره في المجتمع محتاجين ان احنا نشتغل عليه. لان كل ما تتجوز بدري كل ما تبقى عندها فرصه. عشان كده كان في تجربه مهمه جدا الرائدات الريفيات كان دورهم يعني لا يقل اي اهميه عن التوعيه اللي بنشوفها في الافلام وفي الدراما وفي الاعلام، بل بالعكس كمان بيكونوا يعني قريبين جدا من هذه الحالات، بيكون في قرب، بيكون في تفاعل، بيكون في تاثير اكبر من السيدات الريفيات اللي موجودين في بعض الاماكن. يعني اكيد التجربه دي محتاجه تكون يعني موجوده بشكل مع ضروره أكبر. اختيارها مع ضروره الاختيار الصح للرائده وتدريبها واعطاء الرسائل الصحيحه. لان اوقات في بعض النماذج تكون غير صالحه. يعني في بعض الرائدات قابلناهم هي نفسها عندها 7 أو 8 أطفال. في بعض الرائدات قابلناهم يعني فكره ان هي يكون عندها 7 أطفال يا دكتور هو ده مش عيب. ليه؟ لان هي ممكن تكون كانت ساعتها يعني اتجوزت بدري، ثقافه قديمه، بس لما كبرت خاضت التجربه، خاضت المعاناه، خاضت الالم، فبالعكس ممكن تكون درس لبنات كتيرة جدا. 7 أو 8 أطفال حضرتك يبقى معنى كده أساسا عشان تدخل في مجال إنها تبقى رائدة صحية وصلت 7 أو 8 أطفال يبقى هي في خلال الفترة ديت كانت بتشتغل. فدي مشكلة. للأسف يتجوزوا بدري يعني بس دي من المشاكل اللي واجهناها برضو وإحنا في المجتمع إن في بعض الرائدات بيبقوا فاقدين المصداقية. بتقدم الرسالة وهي غير مؤمنة بيها. فبرضه الاختيار الصحيح والتدريب الصحيح طبعا دورهم مهم جدا. ده من اهم الرسائل بتتقدم من خلالها، من اهم النماذج اللي احنا محتاجين انها تكون نماذج ايجابيه وتكون بتشتغل بشكل جيد جدا ويتم توزيع فعلا الدور الصحيح عليهم. هم الرائدات الريفيات مهمين جدا ويزيد اعدادهم. احنا يمكن الفتره الاخيره طالبنا الاعداد دي تزيد وزادت فعلا. بس اهم حاجه المعايير الاختيار والتدريب الصحيح ليهم. لان فعلا دورهم مهم جدا. صحيح. مش بس رائدات ريفيات. احنا محتاجين رائدات ريفيات، محتاجين رائدات صحيات. حضرتك موجوده بكل وزاره. انا عندي النماذج دي. انا محتاج ان انا اشتغل عليهم كويس قوي. صحيح. اقدم رساله من خلالهم واعيد توزيع فعلا المربع السكاني او التوزيع السكاني عليهم بشكل يخليهم يقوموا بشغلهم بشكل صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور رندا فخر الدين استشاري الصحه الانجابيه. بشكرك على كل هذه التفاصيل والتوعيه اللي حضرتك قدمتيها لعدد كبير جدا من السيدات والبنات.